toutes et à tous chez Cuisine Mali. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer pain farci au blanc de poulet. Les ingrédients pour la recette, il me faut 500 g de semoule extra fine. Il me faut l'équivalent de 200 g de farine, de blanc de poulet, des fromages carrés, 2 ou 3 cuillères de harissa, fromage râpé, de vinaigre de cidre, la levure boulangère, de sel, la levure, la levure que j'utilise pour le gâteau, et une cuillère de sucre, et d'huile d'olive, et la sauce qu'on utilise pour préparer des sandwichs ou des casse-croûtes. Sauce, on le trouve partout, elle est prête partout, on peut le trouver. مرحبا بكم اصحابي وحبايبي في كوجينه مالية. اليوم باش نطيبوا خبز بالمحشي بالبلون دو بولي. شنو يلزمنا الروسيت هذيا؟ انا خذيت سميد ارطب كما تشوفوا انتم. السميد انتم عينكم اذا تحبوا تاخذوا كيلو رطل اللي تحبوا انتم. انا خذيت رطل عليه 200 غرام فرينه. خذيت البلون دو بولي كما تشوفوا السلامي هذيا والبلون دو بولي اللي تحبوا انتم. خذيت الفرماج رافي، الخميره نتاع الخبز نتاع نعملوا به الخبز، شويه ملح، الفرماج كاري هذايا، وخذيت الصوص هذه تبدا حاضره موجوده راهي بارتو، ما نجمش نعطيكم الاسم نتاعها، وزيت زيتونه ولا شويه هريسه اذا كنت تحبوها تكون حاره، وشويه خل نتاع تفاح، ولا خذيت الخميره نتاع نعملوا بها الجاتو، والكيفالون نتاع مغرفه سكر، مغرفه صغيره نتاع سكر. تبعوني وتشوفوا روسيت سهله برشا، والحقيقه الصغيرات يحبوها برشا برشا برشا. لا بروميير شوز مي زامي، جو برون لا لوفيغ. Du sel, vinaigre, un peu d'eau, je le mets après, sucre, pas beaucoup, équivalent d'une cuillère. اون فوا خلطت الخميرة نتاعي بشوية ماء ملذم، نحطو على شيرة. جو بخون ان بول، جو بخون ابوبخي 5 كويار دو سومول، جو لو مي اكوتي افون دو ميلانجي ما سومول. كيما تشوفو خلطها باللوفيغ، خلطها بالخميرة نتاع الجاتو. السميد اللي خديته هذايا باش نستعملو بعد باش نحبس بيه الخبز نتاعي، خلط بيدي فو بيان ميلونجي باسكو جو ليتيليز ابخي. نحطو في الصافية نتاعي ولا الباسوار مش تستعملها. Je le mets à côté. Mais je mets la saladine que j'ai mis dans la chmire. Et je commence à mélanger la semoule au saumon petit à petit. Hâte de passer à la gina. Je vais faire un peu de choses. Perfect. خلط صب الماء بشوي بشوية، شاجوت له السما، سنسي كو vous allez obtenir comment on prépare le pain exactement.
كيما تشوفوا العجينه نتاعي طريه شويه، تو خاطر باش نزيدها الفرينه نتاعي نعملوها بالطريقه دي شويه طريه شويه، ما يلزمكمش تصبوا ياسر ماء، فو با ميتر طرو دو سيت فاصون. maintenant on va travailler la main. كيما تشوفوا ها العجينه بالطريقه هذه، عجنها بالطريقة هذه شوية حتى تشد روحها. توا نحط الفرينة نتاعي بشوي بشوية، شجوة مفاعين دوسو مع شجوة مفاعين، زيد الفرينة نتاعي بشوي بشوي حتى نتحصل على عجينة نجم نخبزها كيما نعملو الخبز اكزاكتومون. هذه طريقه نوع طريقه سهله برشا باش تسهل لكم وجد الخبز مزيان برشا. تبدا تزيد الفرينه بشوي بشوي حتى العجينه نتاعك تيبس. كيما تشوفوا العجينه نتاعي تلمت بالكدا، تو نعجنها شويه، خلينا نعجنها شويه. الطريقة هذه لازم تعجنها كمان، كيما تشوفوا العجينه نتاعي عجنتها بالكدا، حطها في الشيره خليها ترتاح شويه 5 دقائق على الاقل. دونك انا نحضر الحشو نتاعي، دونك مش بقباح فارس، ناخذ الكاري تاع الفرماج اللي حضرته، ناخذ الصوص نتاعي، خلطهم مع بعضهم. الناس ما تحبش الهريسه تحبش تعمل الهريسه ما تعملش، واجيني لا غيسا باسكو جيم سوا بيكون لا صوص، مي فو بوفي ميتر كو لا صوص كون لا شيت سي تو. شو لو مي ا كوتي ناخذ العجينه تاعي توا نوفو، خليهاش تخمر برشا، مازكونش الفو با لو ليسي لونطون باسكو ليا دو لوفور، الفو با كيل ساكون فلو ترو. جو برون بلون دو ترافاي، ناخذ العجينه تاعي نحي منها شويه الهواء، نقسم العجينة نتاعي. قبل دو كومونسي جو بريبار ما بوال سور لو فو، نحط المقلة نتاعي فوق النار ولا الغني ولا الطاجين ولا باش طيبوا فيه الخبز نتاعكم. جو بريبار دي بتي بول كوم سا، جو بريباري 4 et la cinquième je le prépare elle est plus grande que les quatre. ناخذ الزيت، نحط الزيت شويه ان بوط دويل، نبدا نحل الورقه نتاعي،
عليها شويه زيت. السميد هذاك اللي حضرته بلا لو فيغل، ناخذ السميد اللي حضرته نحط شي ياسر ياسر يا نوفو. Je prépare la deuxième maintenant. Je prends la deuxième. Maintenant, je mets ma sauce. Par la troisième. Je mets ma semoule. La quatrième, la dernière. Avant la dernière, parce qu'il y a la cinquième. Allez voir qu'est-ce que je vais faire. Et la cinquième. الخامسة نحضرها أكبر شوية. حط الخامسة باش نلم بها بالطريقة هذه. نخبز الخبز نتاعي على كبر النقلة نتاعي. جلي طال بيان. المقلة نتاعي توا سخنة، نحطها على النار توا. حطيتها توا في المقلة نتاعتي، دوب ما نشوفها تتنفخ شوية نحط عليها شوية زيت نكوخ. وما تشوفوها هكايا تنفخت شوية، تقلبوها شوية بشوية.
Je mets un peu de fromage râpé aussi. الخرانية نلم بها بالكذا بالكذا القرص نتاعي اللي عملتهم. كما تشوفوا الخبز متاعنا مورق ان شاء الله. Voilà mes amis, comme vous voyez, notre pain farci il est prêt. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Mali. Merci beaucoup et à bientôt. كما تشوفوا صحابي وحبيبي الخبز نتاعنا محشي بالبلون دو بولي تحفوني ياسر عشاء خفيف صغار وكبار يحبوه. ان شاء الله عجبتكم الروسيت نتاعي وان شاء الله تجربوها في دياركم. ما تنساوش تحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي روسيت ولي زيدي نتاعي. تبقاو على خير وان شاء الله نتقابلوا في روسيت مع احسن.